السلام عليكم ورحمة الله. انت ولا انت باغي تشارك في الإحصاء اللي غادي ديروا المندوبية السامية للتخطيط في 2024؟ باغي تشارك في هذه العملية؟ انا اليوم يعني عندي نخلي لكم الموقع في التعليق، غادي تدخل ليه غادي تلقى فيه يعني شروط ديال الترشيح، المراحل اللي غادي يدوزوا منها المترشحين، المهام ديال المشاركين، وكذلك التعويضات ديال المشاركين. اذا يعني كما كتشوفوا معنا هنا في هذا الموقع، هنا كاين الشروط، هنا المراحل، هنا المهام ديال المشاركين، هنا اسئله متداوله. يعني من بعد ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو يكون طويل شويه، ولكن غادي نشرح لكم فيه جميع المراحل، كيفاش غادي تسجل، كيفاش غادي تتبع المراحل ديالك، مراحل ديال التسجيل ديالك الى ما الى 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 النهايه. اذا كل شيء هنا في الموقع يعني واضح، ولكن غادي ندير لكم فيديو ندير فيه الشروحات. تلقاو الموقع في الرابط في التعليق، وشكرا.